بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. إجابات امتحان الوحدة الثالثة من كتاب جيم، الجزء الرابع، وهو الامتحان النهائي الشامل للمراجعة على الوحدة بأكملها. طبعا أول حاجة زي ما احنا عارفين استماع، والاستماع بيبقى على حسب القصة اللي بنسمعها، بعدين المحادثة. فالمحادثة بقى بيقول لي أول سؤال فيها What's your father's job؟ ما وظيفة والدك؟ ممكن أختار أي وظيفة عادي على حسب برضو الحاجة اللي مطلوبة. أنا هنا فوجئت إن هو بيقول لي إيه، شغال في تشاريتي، جمعية خيرية، وبيساعد الناس الفقيرة، وبيشتغل الناس اللي ما عندهاش فلوس، وأنا فخور بيه. فأنا ممكن أقول له أسهل حاجة بقى، إن أنا أقول له مثلا he is a doctor، هو دكتور. هو زي ما اتفقنا ان في المعاصر بيحتاج مني ان انا اكتب جملة كاملة، لكن مثلا جيم بيجيب لي ان انا اكتب جزئية بسيطة، او بكتب كلمة واحدة يعني اللي بتبقى ايه ناقصة يعني. تمام، he is a doctor، هو يكون طبيب. طيب سأله سؤال، قال له he works in a charity، بيعمل في جمعية. الجمعية دي مكان، يبقى انا هسأله where، وبعدين مفيش فعل مساعد، يبقى هجيب does، بعدين he، بعدين work. أين هو يعمل؟ الإجابة in a charity، في جمعية خيرية. What does he do there؟ بيعمل إيه هناك؟ He helps poor people، بيساعد الناس الفقراء. سأله سؤال تاني كانت إجابته نقط، He works for no money. يبقى السؤال هيبقى إيه بقى؟ هيبقى does he get money مثلا، يعني علشان إيه؟ علشان هو هنا هيقول له نو تحت بقى، هو شغال من غير فلوس. تمام، فطبيعي إن هو هيقول له does he get money، هل بياخد فلوس؟ قال له طبعا نقط، شغال من غير فلوس، يبقى هيقول له no، يبقى هنا هتبقى ايه no. بعدين do you mean that he is a volunteer، انت قصدك ان هو عامل متطوع يعني، فهيقول له مثلا yes yes I do، او yes sure. تمام، طيب بعدين هنا بقى بيقول لي القطعة، ينبغي أن نكون فخورين بدكتور مجدي يعقوب، اتولد سنة 35 في بلبيس، بس الفاميلي بتاعته اعتادت إن هي تسافر لأماكن كتيرة بسبب إن والده كان دكتور مهم، فكان بياخدهم معاه. مجدي أصبح دكتور قبل ما يتوقف عن العمل في 2001. He worked in a special hospital، اشتغل في مدرسة خاصة في لندن، مستشفى خاصة في لندن. في المستشفى دي مجدي يعقوب ساعد ان هو يعطي ناس كتيرة نيو هارتس فور ذا فيرست تايم، لأول مرة بيفور 1980. فهو قدر يكتشف بقى حاجات كتيرة فادت الناس في المجال ده، فعشان كده قدروا يستفيدوا منه يعني، على أساس ان هو بيعمل حاجات كتيرة مفيدة. وبالفعل بقى بدأ بقى في 2009 بدأ تشاريت الجمعية الخيرية للأطفال المصابين في أسوان. وطبعا الأطفال المصابين أو اللي هما مبيقدروش يعيشوا فترة أطول، بدأ إن هو يشوف لهم طريقة على أساس يعمل لهم حاجة اسمها نقل أعضاء. فأول سؤال، لماذا تعتقد إن مجدي يعقوب بدأ تشاريتي فور إير تشيلدرن؟ ليه بدأ تشاريتي فور إير تشيلدرن؟ بدأ التشاريتي دي للأطفال الصغيرين يعني، اللي هما مرضى القلب. ممكن نقول له بيكوز مثلا، اللي هي لأن يعني، هو ليه اهتم بموضوع الأطفال ده قوي؟ نقول بيكوز هي لايك كيد تشيلدرن، هو بيحب الايه الأطفال، لأنه بيحب الأطفال. طيب ليه بقى الدكتور مجدي يعقوب فاميلي، ليه الأسرة بتاعته اتعودت إن هي تسافر لأماكن متعددة؟ لأن أبوه كان دكتور جراح، as his father، لأن والده، كلمة as دي تساوي because يعني اللي احنا كتبناها فوق، his father was an important doctor، لأن والده كان جراحا مهم. طيب اديني عنوان للقطعة. طبعا عنوان القطعة انا ممكن اقول ايه، دكتور مجدي يعقوب's life، حياة الدكتور مجدي يعقوب، او ممكن تقول حاجات كتيرة يعني. الاسهل ان احنا نقول دي بقى، نقول مثلا دكتور
مجدي، انا هعمل ام بس، انتوا ايه كملوا الاسم، بعدين يعقوب الواي بس، بعدين هتزودوا كلمة ايه، لايف، حياة الدكتور مجدي يعقوب. طيب كلمة هي عايدة على مين؟ طبعا احنا بنتكلم عن الدكتور مجدي يعقوب، وهو اللي بدأ شغل، يبقى هي عايدة على الدكتور مجدي يعقوب. طيب الكلمة اللي تحتها خط special تعني ايه؟ not usual، معناها مش عادي، طالما خاص حاجة خاصة يبقى حاجة مش ايه، مش عادي. هنا بقى المكان اللي اتولد فيه طبعا بلبيس، قرية بلبيس. you are not of being Egyptian، طبعا براود يعني فخور، كلنا فخورين ان احنا مصريين. نقط such as gold and silver is very expensive، يبقى هنا بيتكلم على الجولري، المجوهرات، هي طبعا الحاجات الايه الغالية. بعدين بيقول لي كريم is a كذا in the hospital، he works for no money، for no money يبقى ده volunteer، متطوع. do you know the كذا between no and do، طبعا هنا عاوز يعرف الديفرنس، الاختلاف بين no و no، طبعا هو في الصوت واحد لكن الكلام لا. نور الشربيني won the world squash، طبعا الشامبيون شيب فازت بالايه، بالبطولة. do you know what I كذا، طبعا اكيد what I mean، انت فاهم اللي انا مين اقصده، يبقى عايز كلمة مين، تمام، يبقى هتبقى فعلا مين زي ما احنا قلناها الاخيرة. بعدين علي didn't not to swim in the sea، use طبعا على اساس ان didn't يبقى المصدر. ظهرت نقط بلاد، الدم بيعمل ايه للقلب، بيعمل ايه للدم، بيضخه طبعا، بامب بامب، ظهرت بلم بامب بلاد. did he use to، لازم تاخد المصدر بعدها، يبقى درايف الاولى، did he use to درايف. where نقط you use، طبعا use بتاخد did، يبقى لازم ايه where did you use. هنا بقى التصحيح، سميرة موسى نقط بورن، اتولدت في سنة كذا، طبعا التاريخ ده قديم فهناخد لها was، was born. بعدين يعقوب هلبس تبقى هلبد، هلبد، تمام، عشان الكلام في الماضي. بعدين وير نقط يور بيرنتس ليف، وين لما كانوا صغيرين، يبقى الكلام في الماضي برضو، يبقى هنعوز did. وين يو وير 10، لما كان عندك 10، did you، لازم تيجي يوز بس المصدر علشان ما ينفعش ناخد ايه اي دي بعد did. طيب صحح خطأ تاني، I go عايز يقول رحت مدرسة وانا في سنة ستة ابتدائي صغير يعني، فهنقول له وانت عشان الكلام في الماضي. why did Mrs. كريمة محمد used، طبعا did جت اهي، يبقى used دي هتبقى used بس، علشان بعد did بستخدم الفعل في المصدر بدون اي اضافات. didn't found، نفس الموضوع، بيجي بعدها المصدر، فمش هينفع found، ترجع لاصلها اللي هي ايه، find. هلا بايز ا نايس باج لاست ويك، يبقى نجيب الماضي من كلمة بايز اللي هو بوت يعني اشتريت، تمام. طيب بعدين بقى كده خلص الامتحان، توفيق للجميع، ما تنسوش الاعجاب بالفيديو واشتركوا بالقناة. شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.